في هذه الحلقة من برنامج الضابطة 132. طب هاي ليش مفتوحة؟ أنا نفتحها هم في المصنع فتحوها. ها القسم الرقيب بعد إذنك بس تعال معنا شوي. تاريخ الانتهاء دائما من بداية الشهر. صحيح على السمع أرسل. صحيح عشرة أربعة هناك معلومة تفيد بضمورك 17 موجود مواد بشأن اصطلاحية الرجاء عمل على ذلك. سلامين. جيد يعطيك العافية جار المتابعة. جيد وهي شيء ثاني يعطيك العافية. شباب طبعا في معلومة وردت إلينا من المكتب بخصوص سوبر ماركت في بضاعة متاهية الصلاحية، سيتم التوجه إليه مع الجهات الشريكة الأخرى في الاقتصاد الوطني ومتابعة الأمر مع الأخرى في المكتب. شباب عند الوصول للهدف يتم التعامل حسب التعليمات وبكل هدوء، الأخوة المسلحين البقاء خارج المحل. يعطيكم العافية. عندنا جولة تفتيشية على كل المحلات. نعمل جولة في المحل في مجال. يعطيك العافية. بعد الفحص والتدقيق تبين وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ومواد غذائية غير معربة. طبعا المواد الغذائية تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما وتم ضبط مواد تنظيف غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية. وبناء على ذلك تم عمل محضر ضبط من قبل الأخوة في الاقتصاد الوطني وتحويله إلى جهات الاختصاص. بناء على عملية ضبط سابقة لدى جهاز الضبط الجمركي مديرية رام الله والبيري وضواحي القدس لبضاعة ممنوعة من التداول في السوق الفلسطيني، وهي عبارة عن أسلحة خرز وألعاب نارية، تم مخاطبة الأخوة في نيابة الجرائم الاقتصادية واستصدار قرار من سيادة النائب العام بإتلاف هذه البضاعة، حيث تم الإتلاف بالشراكة مع الأخوة في نيابة الجرائم الاقتصادية والاقتصاد الوطني وبلدية رام الله والدفاع المدني.
دورنا كدفاع مدني كجهة مسؤولة عن إتلاف مضبوطات تم ضبطها من قبل الضابطة الجمركية، تلخصت المضبوطات عبارة عن أسلحة خرز وألعاب نارية تم إتلافها حسب المطلوب. إتلاف أسلحة الخرز تلخص بتكسيرها وسحقها. الألعاب النارية يتم سحقها ومن ثم غمرها بالمياه لأنها مواد متفجرة، ويتم غمرها بالمياه من أجل السلام العام ومن أجل عدم استخدامها من قبل الأطفال. احنا في النيابة العامة بشكل دوري مع الإخوان في الجهات المختصة بنقوم بإتلاف ما يتم ضبطه من مواد ممنوع تداولها في السوق الفلسطيني على أثر صدور قرارات من المحاكم الفلسطينية. مواد بتكون مضبوطة حيازتها أو تداولها أو تسويقها بيكون ممنوع حسب القانون. إحنا دورنا عطوفة النائب العام بيكون بتشكيل لجنة من كل الجهات الشريكة، من جهاز الضابطة الجمركية، وزارة الاقتصاد الوطني، البلدية، الدفاع المدني، كل الجهات اللي بيلزم مساندتها ومساعدتها في هذا الأمر. بين كل فترة والثانية بنقوم بعملية الإتلاف زي ما شفتوا قبل كده. مهامنا الرئيسية في التواجد على معبر بيتونيا هي مراقبة حركة دخول وخروج البضائع من وإلى السوق الفلسطينية أو إلى السوق الإسرائيلية. مهمتنا مراقبة والتأكد من ثبوتية الأوراق سواء كانت مقاصة أو بيانات جمركية، والتركيز أيضا على التهرب الضريبي وحماية خزينة الدولة الفلسطينية وحماية التاجر الفلسطيني، والتدقيق على شيء أساسي، التدقيق على فاتورة المقاصة كونها نسترد العائد الضريبة الجمركي 17% من فاتورة المقاصة. نراقب البضائع سواء كانت عليها بطاقة بيان عربية فلسطينية أو سواء كانت قادمة من المستوطنات كونها ممنوعة من الدخول والتداول في السوق الفلسطينية. أي بضاعة يتم ضبطها تحول إلى المكتب. هذول الخبز عجينة 15 مشكة 15 كرتون. طب هاي ليش مفتوحة؟ هاي هو فأنا الفتحها هم في المصنع. هذا رقمها حلو، هاي رقمها مش مشكلة، هاي لازم
صحيح بلغتك شركة قطع دخل، حاولوا لطرف المكتب استلمت الإشارة. جيد، استلام جاري تحويل المكلف لمكتب السفارة. معلم رجل معنا على ونستكمل الإجراءات في المقر المديري. ماشي، هذول كل شيء تمام، فيش عندهم مشكلة. بس هاي بخصوص شركة الدخل مش مشكلة. اوكي، هاي اعطيني اياها، في عنده انقطاع في ضريبة الدخل. بناء على معلومة لدى المديرية عن وجود معسل غير قانوني في كافي شوب، بدك تتوجه للهدف وتتعامل مع الهدف حسب الوصول. صحيح، جاري العمل على المعلومة فورا. يعطيك العافية. معافيك. الآن احنا متحركين بناء على معلومة لدى المديرية إلى كافي في وسط مدينة رام الله، في داخله معسل، اطلع فوق، معسل غير قانوني، وجولة تفتيشية برضو للجهاز. نعم قسم الأراجيب، بعد إذنك بس تعال معنا شوي. هذا فيه فواتير عنده؟ ولا أعطيني إياه شوف. وين الزلمة اللي هنا؟ انت الموضوع؟ هذا شو؟ هذا لا، هذا اللي أنا بشتري بداخل هذا اللي لا؟ من المحل، هذا خاص إلي. يعني ما بتخل ما بتستخدمه نهائيا؟ لا ما بدأ. انت بتعرف انه هذا الاشي ممنوع؟ لا هذا إلي والله، أنا بشتريه كل يوم، وأنا جاي بشتريه 30 شيخ من السوبر ماركت، لأنه ما بدخل من المحل. هذا إلي خاص، هاي حطها على جانب، ما حد بدخل من هذا. يعني هذا اللي جايبينه جديد من شركة؟ احنا ما نجيبش الا غير منها. كل اللي تبغى منها نستخدم شلة ملوك. اها، هذه جولة تفتيشية عادية يعني، ربنا يرزقكم بالنهاية. بس بالنهاية شغل. ايش بدك يا عم؟ احنا جاهزين تحت امرك. يسلموا يسلموا. هذول خلطة المحل؟ خلطة المحل، بدك افتح لك اياها. هاي صبايا وهاي عدنية.
عمي شايف هذا شو؟ هذا منهم بس كيف؟ منهم؟ من نفس الشركة هاي شمام سامع هذول فواتير قديمة لا هذه الفاتورة بس فقط جديدة هاي معسل كيف بالزمان اللي هاي في 2-1 معسل كيف منه يعني لا بقول لك ولا عادي نفتح لك اياها نفتح لك اياها مش مشكلة هاي هاي شايف هاي منه موضوع التاريخ تأكد من التاريخ أنا صالح لمدة سنتين 2017 بدك كمان أجيب لك يدين فواتير بجيب لك فيش مشكلة احنا بنستخدمش اللمن بدي أشوف الفواتير عندك بس على الكاش هلا درع واحد أرسل خايف حصل رقم المشتغل أرسل هاي 5-6 8-9 صحيح في عنده انقطاع عن ضريبة الدخل صحيح عنده انقطاع عن ضريبة الدخل انقطاع عن ضريبة الدخل استلمت إشارة يا درع هاي استلمت الإشارة قد ايه الانقطاع عنده عن ضريبة القيمة المضافة وقد ايه عنده عن ضريبة الدخل صحيح منقطع عن القيمة المضافة من شهر 4-2015 لحد الآن ومنقطع عن ضريبة الدخل من 2011 صحيح يعطيك العافية جاري تحويل المخالف للمكتب درع واحد درع واحد على السماء أرسل هيا درع واحد بعد عمل جولة في الكافي اللي وجهتونا عليه تبين أنه المعسل قانوني لكن الزلمة عنده مشكلة في انقطاع عن ضريبة الدخل وجاري تحويله إلى المكتب بناء على تعليمات العمليات جيد 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 تنفيذ يا بك العافية الله عافيك